متابعينا الاعزاء، نصل بكم الى شوط الانتاج والمنتجين، شوطنا الحادي عشر للابكار الثنائي المحليات الاصايل، يعتبر هو اول اشواط الانتاج والمنتجين. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الاشواط. مقدمه الشوط مباشره اللي في المركز الاول من تاتي على الصداره هريمه، عتيقه بن علي بن هزيم بن محمد المسافري من يقدم لنا هذا الانطلاق والمسار لريمة. ثاني المراكز الظبي سالم بن خليفة بضبيب الشامسي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثالث، ثالث المراكز أرى القادمة الواصلة مزعلة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل العبور، تعبر من مركز إلى مركز. عبد الله بن صالح بن جابر العامري من يقدم هذا الاسم المنطلقة في هذه اللحظات. ظن عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي من قدم لنا وشل في هذا الصباح مع الفوز والناموس، يقدم لنا ظن مع الانطلاق بالمركز الثالث في هذه اللحظات. رابع المراكز اللي في المركز الرابع روعة مطر بن جمعة بن مطر الخيلي ومتى بنقول روعة مع طتن في الدرب طوعة، تاتي مع المركز الرابع. خامس المراكز الانطلاق مباشر من المسك، هناك تتقدم في هذه اللحظات يا السلام او العبور عبد الله بن صالح العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس. سادس المراكز اللي في المركز السادس الوثبه احمد بن سالم بن دري الفلاحي ترقص على ارضيه ميدان الوثبه، الوثبه تاتي مع المركز السادس. نشوف اللي في المركز السابع جواهر وصل طيار الوثبه احمد بن عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري من يقدم هذا الانتاج لنا جواهر، مجموعه من الجواهر تاتي مباشره الى المركز السابع. نشوف اللي في المركز الثامن، تتقدم اليمامه محمد بن ناصر بالعوض المنهالي من يقدم هذا الاسم مع المركز السابع او الثامن. تاسع المراكز مزعله سالم بن عبيد بن طماش المنصوري، المركز العاشر تتقدم في هذه اللحظات وتصل من الجانب الآخر، تغير من مركز إلى مركز بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق الجميل. ريما سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي من يقدم هذا الاسم ووصول وقدوم مشاهدينا الكرام من سلطة مظفر بن محمد بن خموشه العامري رعصوغة. هكذا النتيجة في شوط الانتاج، في شوط المنتجين لناموس ناموسين في عاصمة الملايين. مقدمة الشوط والمركز الأول ما زالت المنطلقة ريمة، ريمة مع البداية تعود الملكية مشاهدين الكرام من يقدم لنا هذا الاسم عتيق بن علي بن هزيم بن محمد المسافري منذ انطلاق الشوط وهي مسيطرة مع المقدمة والصدارة. الظبي سالم بن خليفة بضبيب الشامسي من يقدم ظبي الفلا مع المركز الثاني، ولكن جواهر أحمد بن عبد الله بن عيد المنصوري أعلن حضوره وإنتاجه، تتقدم مجموعة من الجواهر وتشكل المثلث الذهبي على الصدارة. المركز الرابع ظن عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي من يقدم هذا الإنتاج لظن، تتقدم إلى المركز الرابع. خامس المراكز العبور عبد الله بن صالح بن جابر العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس، تتقدم شواهين أول إذاعة لشواهين مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يتقدم بمفتاح ويأتي مع المركز السادس ويقدم لنا مجموعة من الشواهين القادمة الواصلة سلطة مظفر بن محمد بن خموشه العامري راعي صوغ يقدم لنا هذا الانتاج. ومن الجانب الآخر من تاتي الوثبة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي من يقدم لنا الوثبة، الوصول من الإمامة محمد بن ناصر بالعوض المنهالي يقدم هذا الاسم. ريما سالم بن خليفة بضبيب الشامسي أحذروا من ريما عينها لناموس هذا الشوط، تتقدم بهذا الشعار والقادمة الواصلة في هذه اللحظات روعة. مطر بن جمعة بن مطر الخيلي من يقدم روعة، الوصول والقدوم من هدنة أول إذاعة مشاهدينا الكرام، هدنة سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي من يقدم هدنة وتاتي مع المركز الثامن في هذه اللحظات أو تاسع المراكز. نشوف اللي في المركز العاشر
تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق مباشرة. وتأتينا مشاهدينا الكرام هناك أرى اللي هم صيحة جمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. هكذا النتيجة في شوط الانتاج والمنتجين. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، من تتقدم الجميع ويتقدم المشاركين بهذا الشعار. أحمد بن عبد الله بن عيد المنصوري طيار الوثبة أعلن حضوره وإنتاجه مع المقدمة والصدارة، يقدم لنا مجموعة من الجواهر في مقدمة الشوط. يا سلام، جواهر جواهر، والجوهر غالي وثمين بالفعل. أحمد بن عبد الله بن عيد المنصوري يقدم جواهر مع الصدارة. المركز الثاني الظبي سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي، من يقدم هذا الاسم؟ ظن، ظن عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب يقدم هذا الاسم لظن. تأتي مع المركز الثالث، وصلت الأسماء، وصلوا المنتجين، خمس من الأبكار في موقع واحد. تتقدم مشاهدين الكرام شواهين مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم هذا الانتاج. وهناك أيضا تأتي الوثبة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، ويتقدم مظفر بن محمد بن خموش العامري، من يقدم سلطة. ومن الجانب الآخر تأتينا العبور عبد الله بن صالح بن يابر العامري. ونعود إلى مقدمة الشوط من غيرة الموازين مع الصدارة والمقدمة ظن، ظن بن كليب وإنتاج بن كليب مع المقدمة. يا سلام، يبي السلام لأهل المدام إن لم يكن بمفتاح الشامسي، يبي له الزاخر هذا السلام مع الشوط الإنتاج والمنتجين. يا سلام، شواهين وظن، ودخلنا الأجواء والغلاف الجوي للكيل الأخير يا المنتجين. ناموس الوذبة ناموسين، القادمة جواهر أحمد من يقدمها أحمد بن عبد الله بن عيد المنصوري. ومن الجانب الآخر تتسلل مشاهدين الكرام الوذبة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، والمنطلق ريمة سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي. الناموس هلاوين، المقدمة الوثبة، الوثبة بدأت تقدم الإبداع في ميدان الوثبة، وظن ما سلمت الوثبة، وظن، ظن الوثبة بن دري بن كليب. أين الانتاج الطيب؟ يا سلام، الثنتين اللي بهنزان اللقاء، صدرت الأوامر مع بن كليب وبن دري الفلاحي وإنتاجه مع الوثبة مع المركز الثاني. والمنتجين قدموا ما لديهم بكل قوة وبكل جدارة. أهل المدام، أهل المدام، أهل المدام، بن كليب هذا الانتاج يا بن كليب. سلام، سلام بن كليب، سلام، سلام سيب بن كليب. هل اكتبي يذهب بالسلام إلى أهل المدام وغادرت ظن وما تخيب الظن، ولا يصح إلا الصحيح. انتاج الظن مشكور، مشكور يا عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. وسلام المدام، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز للمرة الثانية في هذا الصباح. ثاني المراكز الوثبة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، المركز الثالث ريم سالم بن خليفة الضبيب الشامسي، المركز الرابع شواهين مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، المركز الخامس جواهر أحمد بن عبد الله بن عيد المنصوري. نذهب مباشرة إلى بن كليب وإنتاجه الفاخر بالفعل. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي. وسلام المدام، سلام على هذا الفوز والانتصار لحظة الوصول. أشكرك يا أبو عبد العزيز على هذا الإبداع الذي تقدم لنا دائم بهذا الشعار. التوقيت الزمني 9:19، 5 من الأجزاء. تهانينا لمالك يظن عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي. مركز الثاني الوثبة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، 9:21، 7 من الأجزاء. المركز الثالث 9:22، 5 من الأجزاء ريما سالم بن خليفة بضبيب الشامسي. هكذا كانت النتيجة مشاهدة.